اسمعني هنا، نحن في تونس في البطولة التونسية عندنا كان الماكينة في كل جمعية تخسر مقابلة الماكينة تخدم، ما تحبش تصددك الماكينة هذيك راه. ديه كيفاش ديما زي ديما تحب تقعد ديما تخدم ديما الذباب الازرق، وهذا شيء عادي، وهذا شيء عادي نشوفه فيه ونراه فيه في البطوله نتاعنا ونسمعوا به، غير بركة الله غالب هذوما فهم ديما في الخفاء ما تراهمش. رسالتك للجمهور الافريقي؟ رسالتي للنادي الافريقي اللي راه البطوله ما زالت القدام، يعني ما زالت ماتشوات، ما زال بلاي اوف، كاس كاس افريقيا، ما زال يعني توا نحن ما ندخلوش في مرحله نتاع شك ولا قله ثقه في الملاعبيه، بل بالعكس توا يلزمنا نكونوا متكاتفين مع الجمعيه هذيا ونوقفوا معاها في اصعب الحالات. وقت اللي كانت النادي الافريقي الجماهير كانت ديما موجوده، جاء توا في مرحله انتقاليه اللي فيها مستوى معين اللاعبين اللي جاوا توا ما يجيش توا نشكوا فيهم والا نقلوا من الثقه نتاعنا فيهم هما. خلي الفريق يشتغل، خلي الفريق يخدم على روحه، فما اخطاء فما نقائص، هنايا المدرب لازم هو يراجع الاخطاء هذيا ويراجع النقائص للمسابقه القدام اللي ما زالت، يعني ما نجيوش نقفوا على مقابله ولا اثنين انهزم فيهم، صحيح انهزم من النادي الافريقي لكن فما مازال له مستقبل قدامه ينجم يدارك فيه وهذا المهم. لكن انا في المقابله هذه فما نقطه سوداء بالنسبه لي انا ريتها، انا هذا رايي الخاص. النقطه السوداء هذه اللي هو التحكيم بكل صراحه تامه. انا كي راه دقيقه لعب ما يعطيش صفره للشريفي انا نقول هذا المستوى نتاع يعني اليوم هزيمة الافريقي من سبب التحكيم. خويا انت تحب تقول لا مش نحب نقول انا نجم نقول لك اي انت قلت انا نجم نقول اي مجرد التحكيم ها باش نعطيك علاش يلا اللي الشريفي دقيقه لعب اللي الحكم ما عطاهاش ورقه صفر اللي نورمالمون المفروض يعطيه ورقه صفر ما عطاهاش. يعني انت شنو يدل هنا؟ يدل اللي الحكم تحذيره للمقابلة ما هوش في التحذير ممتاز وجيد. ثاني حاجة ضربة الجزاء متاع النادي الافريقي متاع في دقيقة 23 متاع الزعلوني اللي المفروض هو يعطيها ما عطاهاش، من بعدها هي فما تدخل العنيف متاع اسمه جاك بي متاع سي دي بي على احمد خليل اللي المفروض يعطيه ورقة حمراء، والتدخل الثاني متاع ادم الطاوس على اللاعب متاع النجم الرياضي الساحلي زاده باش ما يقولوش هو يحكي على الكلوب وما يحكيش على النجم الرياضي الساحلي اللي المفروض ياخذ ورقه حمراء ما عطاهاش. يعني هنايا انت كحكم اثرت على نتيجه المقابله. لو انت اعطيت ضربه الجزاء كنا نشوفوا سيناريو اخر، كنا نشوفوا مقابله اخرى، كنا نشوفوا فمتني جيستيون اخرى من مدرب. هاو تمام حمدون في الدوري والكاس قال مش ضربه ما وراهاش ما وراهاش. انا تفرجت وما وراش ما وراش اللقطه نتاع سي دي بي، اللقطه نتاع سي دي بي ما توراتش، ما قال ما وراهاش باش هو يقول عليها ولا ما يقولش عليها. هو سي سمير المحب الغيور على النجم الساحلي قال لك ما ضدك رانا ربحناكم كره. لا 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 ربح لا 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 شو ربحنا النجم الرياضي الساحلي ويستحق الانتصار نتاعو هذا راه ما ننكروش فيه. فما جزئيات في المقابله راهي تعمل الفارق وتغير مقابله، الجزئيات هذه انا شفناها في المقابله هذه. كيما انت تو الكره نتاع احمد خليل لو تحطت في الكاش كان هنا نحكيوا على سيناريو هيك كره القدم يا حمد. لا وش قلت لك انا لا انا ما يقلقنيش انا ما يقلقنيش ما يقلقنيش انا عدم توفيق احمد خليل والا ايدو ما يقلقنيش، بل بالعكس نقول يقلقك عدم توفيق الحكم. لكن انا يقلقني تاثير الحكم على المقابله. عدم توفيق وتاثير عدم توفيق وتاثير اي الحكم عدم توفيق وتاثير الحكم على المقابله.